كان سكسس ستوري، بس كانت وراها الحمد لله الافرز دي ربنا كللها بانها جابت لي فرص كتيره جدا على مستوى العلمي وعلى مستوى بس مش بس كده البوزيشن والبروموشن. يعني إيمان سامي، Head of Process Optimization and Reengineering في بنك مصر and CTP Holder من 2019. الحقيقة بيكون كانت a big challenge and success story for me بشكل خاص. من بعد CTP Holder أنا بشكل شخصي الدنيا اختلفت معي تماماً في السي في بتاعي، لأنه أصبح فيه added value. النهاردة أنا أقدر أعمل structured deals، فتحت لي فرص كتيرة جداً أن أنا أقدر أعمل business أكتر من كده. Promotion إلى جانب offers جات لي بشكل و packages بشكل مختلف عن اللي قبل كده. الحقيقة السيشنز كانت لعبة دور كبير جداً في أنها تدعمنا قبل الإكزام. أولاً كان بيبقى فيه طبعا برين ستورمينج كتيره جدا ما بين الناس اللي مشاركه، الى جانب ان مينا كان بيبسط الامور برده كتير جدا وبيشجعنا. غير كده ان حتى قبل الاكزام طريقه المذاكره نفسها، لان الكورس عباره عن بازلز، فانت بتحط البازلز جنب بعض. اما في نهايه الكورس انت المفروض بقى تلم كل الكلام ده، لان الاسئله ما بتجيش من حته معينه، هي ممكن تيجي من حاجه بتلم كل الشابترز. مثلا واحنا بنتكلم في 20 شابتر من فيهم ارياز مختلفه، فكان السيشنز سهل ده. إلى جانب الفترة اللي قبل الامتحان، الحقيقة مينا كان عامل شغل لحد يوم الامتحان، كان بيجهزك وبيأهلك نفسيا وعلميا وكل حاجة. فدي كانت من أكتر الحاجات المميزة اللي بيكون فعلا، وبشكل خاص طبعا مينا والتيم بتاعه كله.